بلاي متواصلين حتى الماضي في نص فيه نص ساعه من الحصه نتاعنا اليوم. اكيد عديد التطورات في سوسه، زوز احداث، توقف الاشغال في ملعب سوسه حسب تدوينها هبط الحكم السابق مكرم الجيم، وايضا وقف احتجازيه فما من بعض احباء لدوار حول ما سميوها مظلمه في حق هلال الشابه. التفاصيل باش ناخذوها حول زوز مواضيع من عند الحكم السابق مكرم الجيم. مكرم اهلا بك. مرحبا بك اسلام. مرحبا بك سفان. مرحبا بك مكرم به. اعطينا اكثر تفاصيل، ظهري نبداو بالوقفه ونسمع في الاصوات بحذاك، شنو صاير بالضبط في سوسه؟ يعني امام مقر ولايه سوسه، يعني اصيل نبداو للعلم، يعني اصيل مدينه الشابه قصور الصيف واصيل المنطقه. هذه وقفه مسانده لجمعيه فتيه، جمعيه عندها تاريخها، لمنطقه عندها تاريخها في النضال، اللي برشا عباد يمكن ما يعرفوش التاريخ. مدينة الشابة المناضلة، المدينة الوحيدة اللي كان في التسعينات المجلس البلدي نتاعها بدون الحزب الحق، معناها معارضة. كان معنا السيد علي عياد عضو تنسيقية الشابة، كان حكينا في هذا الكل مكرم. اي باش نبداو واضحين، برشا عباد ما يعرفوش التاريخ. اليوم مدينة الشابة نحن صحيح وديع الجريء طبق القانون، لكن طبق قانون ساكسونيا، قانون يطبق على العباد وعباد لا. اليوم تاخذ جمعيه تعمل لها جدوله، واللي بعتني تجي ما تعطيش الجدوله الشابه في 180 الف دينار، وقتها الهلال الشابه متخل، معناها الجامعه متخلده بذمه الهلال الشابه اكثر من 350 الف دينار. هذايا عندك مشكل يا سيد وديع الجري مع توفيق المكشر، حل المشكل الشخصي. 400 شاب وجماهير الشابه ما تدخلش ما بيناتكم، هذا خطير برشا صاير. ندعي من راديو اكسبريس اف ام وديع الجري التراجع، التراجع مش ضعف، البلاد ما تستحملش، امن البلاد فوق كل اعتبار، مصلحه تونس فوق كل اعتبار، مصلحه الرياضه التونسيه فوق كل اعتبار، راهو التراجع على قرار كيما هذا مش ضعف، هذا يتسمى شجاعه، وراهو الناس كل تخطا، وديع الجري نجم يخطئ، يمكن ما حسبهاش بالكدا المره هذه، اما يلزمو يعرف كيفاش يصلح لحفاظا على الامن الوطني. على السلم الاجتماعي اليوم ثم احتقان كبير في مدينه الشابه في مدن الساحل. اليوم نشوف سوسه وقفه احتجاجيه، ومازالت الامور تكبر وما نبغوش تكبر. راهو تونس فوق كل اعتبار، راهو تونس فوق الناس الكل. سي وديع راهو كلامك مش قران، قراراتك مش قران، والقانون عندك نجم تتدخل وتنجم تصلح الوضعيه. صلح الوضعيه وادخلوا اخويا في مفاوضات، مصلحه الناس الكل ندخلوا في مفاوضات بين هلال الشابة، بين توفيق المكشر، بين وديع الجري، بين المكتب الجامعي. راهي مش قضية الشرق الأوسط، هذه حكاية فارغة. خلينا نتلهاو فيما هو أهم، البلاد تمر بمحنة، البلاد تمر بأزمة كبيرة، أزمة اقتصادية، أزمة صحية، أزمة فضني ولا في الأمن. اليوم قاور واحنا مضطرين نحكيوا الحكايات فارغة، معناها مصالح العباد متوقفة، حكايات فارغة بالكل في صحة راس بين زوز ولا بين واحد ولا اللي هو. اليوم ندعيهم للتريث الناس كل من المنبر نتاعكم سي توفيق المكشر وسي وديع الجري، مصلحة البلاد قبل كل شيء. يا خويا تراجع، وما ثم تراجع مش ضعف، تراجع شجاعة. لإصلاح الوضع. باهي، هذا من ناحية. هذا من ناحية أولى. بخصوص الموضوع الثاني مكرم، الأشغال في ملعب سوسة، كنت هبطت تدوينة فيها شوية تصاور، الأشغال متوقفة، أعطيني أكثر تفاصيل شنو السبب مكرم؟ كنت عندي أسبوعين تقريب تنبأت بإيقاف الأشغال، وقلنا رانا نحن مسؤولين، قلتها عندك ونعاودها. المسؤول الباهي اللي صارح الجماهير، راهو المسؤول الباهي اللي حاول يفك الجيته باللي بيقدر. قلنا الأشغال مش توقف، وقلنا في سنين الرياضي راه عطيتكم الأرقام بالملي. اليوم المقاول الحق عليه القسط السادس تقريبا ولا الخامس، 8 مليارات إلى حد هذه اللحظة المقاول ما تسلمش. يخرجوا اشباه المسؤولين يقول لك الامور من رجل، السماء زرقاء والطيور تزقزق. سيدي هاو اثبتت كلامي اللي انا على الصح وانتم تزينوا. راهو انتهى عهد التزيين، لازمنا نقولوا الحقيقه للجماهير النجم الساحلي والجماهير الرياضيه. راهو ثم مشكل كبير في الملعب، راهو ابار الخلاص مستحقات المقاول اللي حتى بوك ما يعملش معك هكا، دافع 6 مليارات و200 من جيبه. اليوم يلحق القسط الخامس ولو 8 مليارات.
الابار الزينه اللي زينوها راهي ما ثمش منها. اليوم قاعد شنو مطالب بالاسلحه مش موجود في الحساب، مليار و50. اليوم الترانسفو نتاع الاناره يلزم يتنقل ب 250 الف دينار. اليوم انستالاسيون نتاع الحمايه من الحرائق 250 الف دينار. اليوم الملعب 750 الف دينار، هذو كل مش موجودين راه في الحساب. شبدوا واضحين معناها، ويخرجوا علينا اشباه المسؤولين يقول لك كل شيء مريكل وامورنا واضحه وثم كل شيء خير. نقول لك جهه سوسه ونجمه الساحلي تعب من كلمه ثم كل شيء خير. نتذكر قبل فهمتني ديما ثم كل شيء خير من النقيض. ولذا نحن رانا نتكلموا نتكلموا بصدق، ورانا كي نضربوا على الجهه حبا في الجهه وصدقا. ما عندناش ما نزينوش، نحن ما نزينوش، نقولوا الحقيقه كنتم حذاك ونقول الحقيقه وتنبأت باش توقف الاشغال وهي وقفت. وين من المسؤولين اللي قاعدين يكذبوا علينا؟ نحن راني كمستشار بلدي وكرياضي سابق نقول لكم نوعدك يا سلام، راني نقول لك الحقيقه بدون مكياج. المكياج مش من صفاتي، شوف شكون يعمل مكياج. اني نقول لك الحقيقه، اليوم الاشغال واقفه، نداء لسيد رئيس الحكومه، نداء لسيد وزير الشباب والرياضه، ملعب سوسه راهو مشروع وطني مش جهوي، ومن حق الجهه باش يكملوا مشروعهم. مع العلم ان نحن طالبين تو، نحن طامعين في الزياده، جينا نلقاو المتفاهمين فيه مازال ما دفعوش فلوس. معناها شيء خطير برشا، فريق كما النجم الساحلي يلعب ديما على الالقاب، اليوم نلقاوه محروم من ميدانه. معناها اذا العمليه تواصلت تاريخ عريق في مكه مهدد بالانقراض، مهدد بمستقبل مظلم. هذا نحن رافضينه. السيد وزير الشباب والرياضه، السيد وزير الماليه، السيد رئيس الحكومه، بكل ود نطالبوكم بالتدخل العاجل لايجاد حلول سريعه في اتمام المشروع هذا اللي هو المشروع كما قلت لك مشروع وطني، مشروع التوانسه الكل، مشروع الفريق الوطني، معناها مشروع الناس اللي طلع فيه الميدان هذايا. خطير برشا اللي صاير. للاسف عندنا مسؤولين تضرب على الجهه وهذا ما ينكره حد، وعندنا مسؤولين تزين وتغلط في الراي العام وتغلط في جماهير النجم الساحلي، وهذا مرفوض. وانتم كوسائل اعلام يلزمكم عينكم ميزانكم تعرفوا الكلام الصحيح من المغالطات. باهي يعني مكرم، هو كان بريفي ظهر لي الاشغال توفى في جوان بالنسق هذا. وين ماشي الامور؟ قلت لك نفق مظلم. اليوم مش عارفين نحن، نحن في جوان، في جوان اذا يصبوا لنا الفلوس تاع المشروع اللي قدم. قلت لك اليوم نحن في حاجه الى 6 مليارات اقل حاجه لاحداث الاصلاحات اللي ظهرت لنا مش بريفي. كيما غردان شنوا تحت منه في السيارات يقطر في الماء يلزم يصلح، مليار و50 ما كانش في الحساب، لي تابلو ما كانش في الحساب، التيران 750 الف دينار ما كانش في الحساب، تغيير مكان نتاع الترونسفو نتاع الاذاعه ما كانش في الحساب، معناها اعداد الصلاسيون نتاع الحمايه ما كانش في الحساب. هذا كل مبالغ لم ترصد لهذا المشروع. نحن ما بديناش نحكيو في الجديد، القديم مانيش خالصين فيه 8 مليارات المقاول يسال لوزاره التجهيز والاسكان. معناها ثم تعطيل، قل لي ظروف تضر بها الدوله، هذه فلوس مرصوده، هذا فلوس مرصوده لجهه معينه. اليوم مش ما ندخلوش في الجهويات، نقولوا رانا في حاجه للمشروع، راهي جهه كامله، هذا تاع جهه كامله ونتاع مشروع وطني من حق الناس كل مش تشارك فيه ومش تسرع في خاطر التتويجات الافريقيه اللي عند النجم الساحلي وقت الدخل يقولوا دخلت لتونس، ما يقولوش دخلت للسوس. صحيح، لذا واضح نداء للمسؤولين باش يتدخلوا وما تسالش نعملوا نهارين ثلاثه رطار ويلزم يرجع المشروع. هو مش يرجع في كل الحالات، وانا ثقتي كبيره في المسؤولين الجهويين والنواب من جهه سوسه، لكن كل تعطيل راهو مشكل للنجم الساحلي. واضح تعطيل ثم مشكل للنجم الساحلي. يعطيك الصحه، شكرا لك مكرم اللقيم على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص توقف الاشغال في ملعب سوسه. ايضا احتجاجات متواصله في مش كان في الشابه في المتلاوي، احتجاجات من الاحباء حول الوضعيه الصعيبه للمتلاوي، فما تصعيد يمكن تبعتوا لنا ناخذ التفاصيل من عند مراسلنا في الجهه حافظ طرابلسي. فاصل